هذا ما أكده وزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود الصباح خلال افتتاحه مشروع ذلوبي للمشاريع الصغيرة في برج التجارية. هذا المشروع الرائد والذي يحقق تطلعات الدولة في دعم الشباب، توجيهات كريمة لسيدي حضرة صاحب السمو الأمير وسموه ولي عهده الأمين وسموه رئيس مجلس الوزراء حفظهم الله ورعاهم في توفير كل الإمكانيات لشبابنا. فمشاركة القطاع الخاص في هذا الحس الوطني محل تقدير واهتمام يعني وشكر، والشكر موصول لكل من ساهم في هذه الفكرة الهامة. أود أن أشير بأن الدولة أولت اهتمام كبير لموضوع المشاريع الصغيرة وريادة الأعمال من خلال توفير صندوق للمشروعات الصغيرة والمتوسطة. اليوم كان لديهم احتفال، وهذا الصندوق لديه ميزانية ضخمة 2 مليار دينار كويتي، تأكيدا للاهتمام الكويت بأبنائها وشبابهم ومستقبلهم. مشروع اللوبي هو أحد المشاريع الصغيرة والذي أقامته الشركة التجارية العقارية، والذي يؤكد على مشاركة ودعم القطاع الخاص للمشاريع الشبابية وتبني واحتضان مشاريعهم. أن نعمل لهم مثل حاضنات، هذه محلات صغيرة، كل واحد يأخذ محل يبي باختصاصاته، وبالتالي أتوقع أن هذه الحاضنات يعني مع الوقت راح تكون مشاريع أو التاجر الصغير مثل ما يسمونه، وكذلك تتماشى مع خطة الدولة لدعم الشباب وصندوق دعم أيضا المشاريع الصغيرة. فلو تعاوننا كلنا أعتقد راح نطلع في لوحة جميلة مشرقة اسمها الكويت. الهدف منا الشركة التجارية العقارية حبت تؤدي مسؤوليتها الاجتماعية بدعم الشباب، توفر لهم محلات بمبالغ رخيصة بدون أي مبالغ إضافية تشجعهم فيه، ويكون سوينا هني. وعندنا بعد المشروع الجديد راح يكون بسيمفوني إن شاء الله، نفس المشروع لوبي وراح يكون المحلات نفس الطريقة. والله هو خوش دعم كان من التجارية، حابين نسوي مشروع جديد، يعني نجرب شلون البزنس الخاص وإن شاء الله يكون زين. شاركنا في مشروع اللوبي، لقينا كل الدعم من التجارية والحمد لله بدينا مشروعنا، مشروع كيك الأعراس، وبفضل رب العالمين بدينا نعطي أشياء حلوة ونعطي أشياء وايد مميزة ومبدعة. إن ما يميز هذه المبادرة هو تنوع الأفكار والأنشطة الشبابية المشاركة، ما يؤكد قدرة الشباب الكويتي على التفوق والتمييز في مجال العمل الحر. هذا المشروع يدل ويؤكد على دعم الشباب ومشاريعهم الصغيرة. من حفل افتتاح مشروع ذلوبي، يوسف صفارة، تلفزيون دولة الكويت.